السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النيفروباثولوجي. بعدنا بعرض الحالات. اليوم حيكون حالتنا شوي مختلفة عن الأسلوب، حيكون مختلف شوي عما سبق. أنا عم أعرض الحالة رقم 12، ورأسا أعطيتكم التشخيص تبع الحالة اللي هو الـ MPGN Membranous Proliferative Glomerulonephritis، التهاب الكبد والكلية المنمي الغشائي. لو رجعتوا للمحاضرات الأولى اللي بدأت فيها السلسلة، ذكرت لكم أنه لما بنقول MPGN أو مثلا Crescentic GN أو غيرها من التشخيص، هذه عبارة عن توصيف، تشخيص توصيفية، يعني هي بتصف ما نشاهده تحت الخزعة وليست هي أمراض بحد ذاتها. بمعنى آخر أنه MPGN ممكن يكون عدة أمراض تتظاهر بشكل MPGN، والمرض نفسه ممكن يتظاهر بشكل MPGN وممكن يتظاهر بأشكال تانية. فالـ MPGN هو نمط للإصابة النسيجية وليس تشخيص بحد ذاته. هي هي البداية المقدمة، خليني أقول، وحتعرفوا ليش قلت هذا الكلام لما حأنتهي من عرض المحاضرة أو الحالة. خليني أقول في عندي طفل أو فتاة، عفوا، كوكيجن، عمرها 10 سنوات، جاي لعنا بقصة وذمات بالطرفين السفليين. بقصتها المرضية السابقة ما في شيء مميز، ربما أحيانا بيصير عندها أنتانات تنفسية، طرق تنفسية علوية، شيء غير، يعني ما في شيء غير طبيعي أو غير تقليدي. ما في عندها قصة عائلية لمرض كلوي. بفحص السريري في عندها ارتفاع ضغط شرياني، ضغطها كان 137/67، واللي هو بيقع على الحد الأعلى. طبعا تعريف ارتفاع الضغط أكثر من 130، ولا تنسى أنه هي طفلة، فبتعريف ارتفاع الضغط تبعها بمقارنة بالبرسنتال تبع ارتفاع الضغط عند الأطفال، تعتبر ارتفاع ضغط شرياني. حتى لو جينا عند البالغين، على فكرة لو اعتبرناها بالغة 137 يعتبر عالي. هايت طولها 146 سنتي، وزنها 45 كيلو، 45.7 كيلو. في عندها 2 بلس وذمات بالطرفين السفليين. ما في عندها أو المريضة نفت وجود أي بيلة دموية ظاهرة للعيان. فلحد هلا في عندي وذمات، في عندي ارتفاع ضغط شرياني، وما في عندي بيلة دموية عيانية. بفحص البول في عندي الدم البلاد كان 3 بلس، في عندي بيلة دموية مجهرية لأنه ما شفناها إلا بالمجهر. في عندي البروتين 4 بلس، صار في عندي بيلة دموية وبيلة بروتينية. الرسابة البولية اليورين سيدمنت كانت أكتيف، في عندها كريات حمر كثيرة، يعني معباية الساحة، بعض الكريات البيضاء. بالنسبة للبروتين كرياتين ريشو كان 6.5 جرامز، يعني نيفروتيك رينج، والألبومين عندها 1.7. هذا بشكل معايير نيفروتيك سيندروم، نيفروز. تتذكروا بالمحاضرات الأولى لما كنت عم أحكي لكم عن الاعتلالات الخلايا القدمية، البودوسايتوباثي، وتحكينا التشخيص التفريقية الخمسة اللي قلت لكم إياها دائما لازم تكون ببالكم، منضيف تشخيص تفريقي سادس لإلها منشان ربما أنا أحاول تتذكروا هالمعلومة، انه ان MPGN بيعمل نيفروتيك سيندروم مثل غيره. بس عادة النيفروتيك سيندروم هون ما بتكون بيور، بيكون في معاها بلاد، بيكون في عندها اكتف سيدمنت، وبالتالي ذلك بنحاول نحط هذا التشخيص اضافي للتشخيص التفريقية للنيفروتيك سيندروم لما بيكون في عندي بلاد وفي عندي اكتف سيدمنت. طيب بالنسبة للتحاليل المصلية سيرولوجي، نيجاتيف فور ANA، نيجاتيف فور انتي دي ان اي. الهيباتيتس اس انتيجين كان نيجاتيف، الهيباتيتس سي انتي بوديز نيجاتيف، الانكا والانتي جي بي ام كمان كانوا نيجاتيف. حفظوا هدول التحاليل، عم نعملهم بكل مرة، وخاصة بهذا الام بي جي ان لازم نعملهم اجباري هدول التحاليل، وممكن نعمل غيرهم طبعا. في عند ارتفاع بالتعداد الضاد الانتي سيربتولايزين او الكومبليمنت سي 3 كان نازل عندها والسي 4 كان نازل عندها معا. بذكركم بمحاضرة المتممة راجعناها اظنها المحاضرة السابقة لهي المحاضرة، حكينا وقتها عن دلالة انخفاض السي 3 مع السي 4 مع بعض،
وقلنا لكم لما السي 3 لحاله بيكون نازل والسي 4 بيكون طبيعي، معناته الالترناتيف باث واي هو الشغال، هو يعني يصير فيه اكتيفيشن اللي هو تفعيل متممي ذاتي بسبب بدون ما يكون في معقدات مناعيه. بس لما بيكون في الكومبلمنت سي 3 نازل والسي 4 نازل، معناته هذا الكلاسيك باث واي هو اللي عم يشتغل، وعاده هذا بيكون بترافق مع معقدات مناعيه. فهي دلاله انخفاض كل من السي 3 والسي 4. انا مجرد نزل السي 4 عندي مع السي 3 بيتغير توجهي لهي الحاله. الحجم الكلي عندها كان 11.6 12.1 سنتيمتر بالطرفين، عملنا لها خزعه كليه. حقرا الخزعه راسا مثل ما قلت انه انا عم حاول اقدم بطريقه مختلفه بهي المحاضره لسبب حتكتشفوه بالنهايه. اول شيء الكبه الكلويه هي مانا طبيعيه، لاحظوا في عندها في لوبيوليشن، هذا التفصص اسمه، هي علامه مميزه لنمط الاصابه بالام بي جي ان. في هايبر سيلولاريتي سواء بالميزانجوم او بالاندوكابيلاري بالاندوثيليوم، لاحظوا انه الكابيلاري لومن مانا مفتوحه، ما عم اقدر اشوفها بشكل جيد. ففي عندي فرط خلويه بهذا السلايد اضافه لللوبيوليشن، وهذا مميز للام بي جي ان. ممكن نحكي عن تسمك بالغشاء القاعد بالبيزما بالغشاء القاعدي هون، بس شوي يعني بعفيكم منها. ممكن بالسلايد اللي بعده اللي هو السيلفرستين. سيلفرستين هو اللي بيميز، هو اللي بيرسم الغشاء القاعدي بشكل واضح، يعني بيوضح لنا الغشاء القاعدي البيزمنت ممبرين. لاحظوا هون، ما بعرف اذا كان واضح عليكم الدوبليكيشن، الجي بي ام نيو جي بي ام، حقيقة هذا هو الدبل كونتور بسموها، علامة التراك بسموها كمان. فهذا عبارة عن تشكل غشاء قاعدي جديد عم يعمل تضاعف في الغشاء القاعدي، وهذا صار الممبرينس بارت. فصار في عندي في فرط خلوية، في عندي ممبرينس، فهذا ام بي جي ان باترن اوف انجري. ممكن نحكي عن موضوع اذا انه هذا اللون ما هو يعني اقرب للرمادي وهذا دليل في معقدات مناعية، بس انا لو ما قرأته ما حاكشفه صراحة. بالنسبة للأمينو فلوريسنس سي 3 بوزيتيف، لاحظوا انه منتشرة بيري كابيلاري وحتى بالميزانجو، مع فكرة ممكن نتناقش انه هي منتشرة بالميزانجو كمان، فهذا له دلالته طبعا. اضافة للاي جي جي، الاي جي جي كمان جرانيولر، اذا بتلاحظوا نموذج حبيبي، يعني ما هو مستمر ما هو لينير، هو بيري كابيلاري. فالاي جي جي لما عم يجتمع مع سي 3 هذا بيدلني انه في معقدات مناعية، في امينو كومبلكس. اظن انه شايفين المعقدات المناعيه، ممكن تسالوني ليش هي سب اندوثيليال، هي سب اندوثيليال، هذا هو الجواب. ما بعرف ليش، ما يعني صعب صراحه، الصوره ما كتير واضحه. هل هون في عندي سب اندوثيليال ديبوزيتس؟ لاحظوا انه هذا البيزمنت ممبرين ما هو سليم، اضافه لانه في عندي ميزانجل. على فكره هذه الميزانجوم كمان في معقدات مناعيه. التشخيص، ما هو التشخيص بين الحالات الخمسه التاليه؟ هو acute post-infectious glomerulonephritis. ال post-infectious ما بيعمل نمط ال ما بيعمل نمط ال MPGN، بيعمل proliferative بالحقيقة، هي رقم واحد. ورقم اثنين ال post-infectious ما بينزل ال complement C4، بيكون الاكتيفيشن للالترناتيف، فبيكون ال C4 طبيعي بال post-infectious. بال الشيء الثاني اللي against هذا التشخيص ربما يعني هذا هو اللي فيني احكيه، مثل ما ان الكومبليمنت مثلا السي 4 اللي هي لازم تكون طبيعيه بهذا النمط، اضافه لانه التوضعات المعقدات المناعيه بتكون همبس حقيقه، كمان هي شغله ثانيه بتكون بشكل همبس، حنشوفكم اياها ربما بمحاضره قادمه. الا نمط مميز بيكون في عندك سب اندوثيليال وسب بيكون في ميزانجوم، والسب ابيثيليال ديبوزيتس بيكون على شكل همبس او هضبات او الا نمط مميز من اصابه، اظن شوفيتكم اياها مره. فما هو هذا التشخيص؟ هلا بنجي على البقيه. الممبرينس جلوميرولونفرايتس ام بي جي ان تايب 1 بدون تعليق. هل هو دينس ديبوزيت ديزيز؟ ما هو دينس ديبوزيت ديزيز؟ حنعرض لكم حاله بالمحاضره القادمه وبتعرفوا شو هو الدينس ديبوزيت ديزيز بالضبط. ومره ثانيه كمان الدينس ديبوزيت ديزيز هو الترناتيف باث واي، فالسي 4 ما لازم يكون نازله، ونمطه على المجهر الالكتروني بيكون مميز، بيكون في ارتشاحات مستمره بشكل بسموها بشكل عصابه، بنشوفها بحاله قادمه ان شاء الله بالتفصيل. هلا الخيار دي الام بي جي ان تايب 3
عم يعطيك ستريف والاندرز سب تايب او الام بي جي ان تايب 3 واللي هو بورك هودلر سب تايب. فبرايكم هل هو بي او دي او اي؟ صراحه الاحتمالات كلها غلط، ما حقول ولا واحد منهم صح، يعني هذول البي والدي والاي ما حجاوب رغم انه هم مجاوبين الاحتمال هو بي لانه هي امن كومبلكس. السبب انه هذا السؤال يعود لما قبل عام 2011، هي الاسئله ماخوذه من مقاله ب 2011 نازله. فبهذاك الوقت كان تصنيف الام بي جي ان يتم وفق المجهر الالكتروني. هذا الكلام تغير حاليا، صرنا نصنف الام بي جي ان وفق الاميونوفلوريسنس. بدكم تعرفوا اكثر بتتابعوا معنا بالسلايدات القادمه. فهو عم يقول انه هو تايب 1 لانه هو امينو كومبلكس. عم يحكي المشاهدات انه في عندي فرد خلويه، في عندي لوبوليشن، قلنا شاف المعقدات المناعيه لانه كان لون البينك الجلاسي بينك ابييرانس، واللي انا ما بقدر اقوله لحالي صراحه لو ما قراته. مثل ما حكينا انه اللومن كانت متضيقه، كان في عندك سبب انه في ميزانجر اكسبانشن، في تكاثر بالاندوثيليوم كمان نفس الكلام. دوبليكيشن اظنكم شفتوه، الديفيوز ميزانجر جرانولر ميزانجر كان ميزانجر كان جرانولر كان حبيبي للسي 3 والاي جي جي اللي هي معقدات مناعيه بيري كابيلري طبعا اكيد. بالالكترون ما اظن في شيء اضافي، انه الدنس ديبوزيتس كان بالميزانجوم اضافه للسب اندوثيليال. الدبل كونتور على البيزمنت ممبرين، عفوا الدبل كونتور هو البيزمنت ممبرين على المجهر الالكتروني. صراحه الصوره ما كثير واضحه، فصعب اني كنت يعني اشوفها بنفسي لو ما قراتها مره ثانيه. هلا عم يقول لك احيانا عم شوف سب ابيثيليال، ما شفت بس هو شاف طبعا. هلا الـ MPGN باختصار هو membranous proliferative. ففي عندي انا double contour لازم تتشكل في اذية على مستوى الغشاء القاعدي، وبالتالي عم يتشكل في عندي double contour عم يتشكل غشاء مضاعف، وهذا هو الـ membranous part. وفي عندي proliferation، في عندي inflammation عم يخلي يصير ميزانجل hypercellularity، في زيادة بخلوية الميزانجوم، وفي زيادة بخلوية الاندوكابيلاري عم زيد الخلوية عم تساوي عم تسكر اللومن وعم يصير تكاثر جوا اللومنز. فهذا هو الـ MPGN. اظن الصورة واضحة هون، ما بعرف اذا كان يعني لازم نعيد الشرح. تسمك بالغشاء القاعدي، دبل كونتور، ممكن سبليتنج انشطار ممكن تشوف يعني ما بعرف، اضافة لللوبيليشن اللي هي سببها الفرط الخلوية. هلا شو سبب هذا الشيء بيصير؟ بسبب توضعات، سبب الاصابة الكبية هو سبب توضعات لمعقدات مناعية مع المتممة او متممة لحالها. يعني عم يصير في تفعيل المتممة اما من خلال معقدات مناعية عم تتوضع بالميزانجوم والصب ابيثيليال وعم تعمل عفوا صب اندوثيليال سوري وعم تعمل انفلاميشن، عم يصير في فرط خلوية، هي المعقدات عم تجذب المتممة، او انه المتممة عم تتفعل لحالها بدون معقدات مناعية بآلية الالترناتيف باثوي. فهي وحدة من تنتين، يا اما معقدات مع متممة او متممة لحالها، هذا هو سبب المرض. الغشاء القاعدي السليم، هذا المنظر شايفينه على اليمين، هذا البيزمنت ممبرين، هذه الاندوثيليوم، هذه الخلايا البطانية، وهذه الفوت بروسيس تبع البودوسايتس، شوفوها هيلثي ما في عندها افيسمنت، هذا هو الشيء الطبيعي. لما بيصير في عندي انفلاميشن، المعقدات المناعية عم تتشكل، عم تعمل تفعيل للمتممة، المتممة عم تتفعل بالطريق الكلاسيك باثوي، شرحتها بمحاضرة المتممة ارجعوا لها، وعم يتشكل بالاخير هذا المركب هو الماك، هذا الماك عم يؤذي الخلايا نفسها وما عم يصير تثبيت للمتممة لسبب الانفلاميشن الموجود، وبالتالي عم يؤذي اللي عم يهاجم، عم يؤذي الخلايا هون، عم يؤذي الغشاء القاعدي. فبيحاول الغشاء هذا هون الالتهاب عم يصير يجذب العديلات وبقية العناصر الالتهاب هون، لما عم يحاول الغشاء القاعدي يرمم نفسه فعم يصير الدبل كونتور. فهذه هي آلية الإصابة بالإميونو كومبلكس ميدييتد ام بي جي ان. بالمقابل لما بيكون في عندي تفعيل للمتممة، ما في تثبيط للمتممة لسبب سبب غياب العوامل المثبطة، غالبا مثلا الفاكتور اتش،
النفريتك فاكتور مثلا، نفريتك فاكتور تبع الاضداد اللي بترتبط بالسي 3 كونفرتاز، هي شرحتها بمحاضره المتممه مرتين ممكن ترجعوا لها. فعم يصير تفعيل المتممه، ما عم يتثبط المتممه، عم تشكل بالالترناتيف باث واي، عم يتشكل الماك، عم يهاجم الغشاء القاعدي، عم يصير في انفلاميشن، خلايا الكريات البيضاء عم تجي، وبعدين عم يحاول الغشاء القاعدي يرمم نفسه دبل كونتور، فبالتالي عم يصير معي دبل كونتور اضافه للبروليفريشن. مثل ما قلنا تراديشنال كلاسيفيكيشن اللي هو التصنيف القديم كان يصنف المرض حسب مكان توضع المعقدات المناعيه، فهو اما سب اندوثيليال فهذا التايب 1، او هو انترا ميمبرينس اللي هو داخل الغشاء القاعدي فهو الدنس ديبوزيت ديزيز بيكون التايب 2. فهذا عباره عن بشوفكم مثلا هي الصوره ربما احد الامثله، المعقدات المناعيه بتكون بشكل سلسله بشكل شريط عريض مستمر داخل الغشاء القاعدي باللامنا دينسا، هذا التايب 2. والتايب 3 بيكون في عندك سب اندوثيليال وسب ابيثيليال مع بعض. هذا التصنيف ما كثير بيخدم بالتشخيص التفريقي حقيقه، ويفترض انه في توجه هلا لالغائه، ما عاد استخدموه بالمراجع الحديثه، رغم اني لما راجعت البرينر اللي هو من اكبر مراجع الكلى بعده موجود هذا التصنيف ضمن البحث تبع الام بي جي ان. فبالتالي ما فيني ادعي انه الغي تماما، بس في خليني اقول الافضل انك ما تعتمد هذا التصنيف، ما تقول تايب 1 او تايب 2 او تايب 3، الافضل تعتمد على التصنيف الثاني اللي هو تبع الاميونوفلوريسنس الاي اف. فانا تحت المجهر شخصت تحت اللايت مايكروسكوب، شخصت دبل كونتور وميزانجر اكسبانشن واندوكابيلاري بروليفريشن، فهذا ام بي جي ان. بسال الباثولوجيست شو وضع الاي اف، فاذا قال لي بالاميونوفلوريسنس في عنده سي 3 مع اي جي جي معناتها هذا معقدات مناعيه، اذا كان سي 3 الون ما في معه اي جي جي يعني سي 3 اعلى هو الوحيد، طبعا في معايير لانه نعتبر سي 3 الون بده يكون في 3 بلس مثلا او اعلى من غيره، مثلا يكون الاي جي جي بلس 1 سي 3 اتليست اعلى بدرجتين، المهم في معايير لهذا الموضوع، بس بتكون انه هو قراءته بالنهايه انه هي فقط ايجابيه للسي 3، فهذا بيحط لي تشخيص. واذا ما في ستينينج كمان والنمط الاصابه الام بي جي ان كمان بيحط لي تشخيص. فلما بيكون الـ C3 والـ IgG مع بعضهم إيجابيات، ففي عندي ثلاث احتمالات، إما هو Infection وغالب الـ Infection هو Hepatitis C، أو هو Monoclonal Gammopathy وشرحناها بحالة سابقة اللي هي Monoclonal Gammopathy with Immunocomplex Deposits اللي هي تبع الـ IgG3 إذا بتتذكروها، أو الـ Autoimmune Disease اللي هي مثلا غالبا الـ SLE. فإما Infection او مونوكلونال او اس ال اي، فانا من خلال الباثولوجي بربط الباثولوجي مع السيرولوجي بقدر احط التشخيص. الهيباتيتس سي في له تحاليل معينه، الاوتو اميون الاس ال اي له تحاليل معينه، والمونوكلونال في لها تحاليل معينه. انا ما ممكن اقبل مريض عمره 60 سنه شخص له ام بي جي ام بدون ما اعمل له مونوكلونال جاموباثي سكريننج، ابحث بالاس بيب واليو بيب، لانه ممكن يكون هذا ببساطه عنده مونوكلونال جاموباثي. بالنسبة للسي 3 الون التشخيص، في عندي في مظلة واسعة بسموها سي 3 جلوميرولوباثي واللي بتشمل مرضين، اما سي 3 جلوميرونفرايتس التهاب الكبد والكلية بالسي 3، او الدنس ديبوزيت ديزيز ذا الترسبات الكثيفة، ما بعرف شلون بترجموها، ما اظن له ترجمة معتمدة. فالدنس ديبوزيت ديزيز مع سي 3 جلوميرونفرايتس هذول هن اللي بيكون سي 3 الون اللي هو الترناتيف باث واي اكتيفيشن، راجعوا محاضرة المتممة مرة ثانية. إذا ما في ستيننج، إذا كان كله من السي 3 نيجاتيف والآي جي جي نيجاتيف مع بعضهم والنمط الإصابة النسيجية ام بي جي ان، فالتشخيص مش ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي صراحة، هو كرونيك ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، وكمان ممكن لاحقا نفرضها بمحاضرة. هذا ربما مخطط تفصيلي، مثل ما قلنا الام بي جي ان حسب الآي اف أنا بتطلع، فإذا كان هون في عندي إيمينو كومبلكس فهو مونوكلونال، هو اس ال اي، هو انفكشن. ايديوباثيك صراحه ما عدنا قبلناها كثير، ايديوباثيك يعني احنا ما قدرنا نعرف التشخيص، بحثنا وما لقينا، هذا هو معنى ايديوباثيك. نحن بالقرن العام 2021 ما عاد مقبول نقبل ايديوباثيك، معناتها نحن في شيء مضيعينه او شيء نسيانينه.
هلا لما بيكون السي 3 الون هي النازله او هي سي 3 هي الديبوز تبع سي 3، فهو طبعا سي 4 شوي نسول اياها شوي معقد هنا، فمثل ما ان هي سي 3 جلوميرولوباثي وهي ايذر سي 3 جلوميرولايتس او الدنس ديبوز ديزيز اللي هن ربما مرض واحد بس بتظاهرات مختلفه، وهي اجين هي ديس ريجوليشن للالترناتيف باث واي اوف كومبلمنت اللي هي التفعيل المتممة بالطريق البديل. راجعوا محاضرة المتممة مرة ثانية. لما كلاهما بيكونوا غايبين سواء المتممة أو الإيمونوغلوبولين فهو كرونيك تي ام اي، إضافة إلى بقية التشخيص التفريقية. هذا أظن ما عاد عندي سلايدات ثانية. هذا هو ملخص كلامنا عن الام بي جي ان أو مقدمة. هذا هو السبب اللي ما حولت أني خليها سؤال، لأنه هذا السؤال أصلا مثل ما قلت هو سؤال expired يعني ما عاد معتمد. بالمحاضرات القادمة سأعرض حالات مختلفة للام بي جي ان، كلها تتظاهر كام بي جي ان بس هي بتشخيص مختلفة. لما انا بقول ام بي جي ان بسبب هيباتايتس سي مثلا غير الام بي جي ان بسبب الاس ال اي، كل واحد له علاج مختلف تماما. هذه النقطة اللي حاول مثلا لما يكون مونوكلونال مثلا او بيكون دينس ديبوزيت ديزيز كلهم هدول اسمهم ام بي جي ان باللايت مايكروسكوبي، بس بالتشخيص بالعلاج لما بحط التشخيص النهائي بيكون مختلف تماما. هذا هو السبب نقول انه ام بي جي ان هو باترن اوف انجري، ما هو مرض بحد ذاته. اتمنى تكون عجبتكم هالمراجعة للام بي جي ان. لا تنسوا اللايك الشير السبسكرايب، دعمكم هو بيضمن استمرار هذا النوع من المحاضرات، وان شاء الله يا رب بنتابع معكم في الحلقات القادمه.